السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفه تاع سفنج خفيف ومنفخ وناجح 100%، واهم من هذا يعني كامل وصفه سهله، واي وحده مبتدئه يعني اللي جامي درتو راح تنجح معها الوصفه باذن الله. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نبدأ بسم الله. البنات هذه الوصفة يعني فيها مراحل تاع الخمور، تابعوا معايا مليح الفيديو باش تفهموني. أول حاجة حضرت كامل المكونات. هنايا في إناء ضفت زوج كيسان ماء يكون دافئ، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش يعني بارد، يكون دافئ. راح نضيف معاهم ملعقة كبيرة خميرة تاع الخبز، ملعقة كبيرة سكر عادي، من بعد نضيف معاهم أيضا زوج كيسان فارينة يكونوا مملوئين مليح دائما بنفس الكاس. نخلط هذا المزيج بالفوي، يكون يعني خليط شوية سائل، راح تشوفوا القوام تاعو. هنا ينخلطوه فقط قسمي جانس، دوك تشوفوه هاوليك هنايا. بعد ما خلطته شوية فقط راح نغطيه بطرشونة ونخليه يخمر لمدة 10 دقائق، هكذا نغطيه ومن بعد نولي ليه يعني بعد 10 دقائق. هاي ليك النتيجة، هاوليك فاش يكون. الآن البنات راح نضيف له الملح ونضيفو زوج كيسان واحد اخرين تاع فارينة، من بعد نخلطو هكذا. انا في الاول يعني خلطت بسباتول، من بعد يعني استعملت اليد هكذا، نخلطو مليح باليد يعني تشوفوا باللي العجينة راهي تلاصق في اليد، لكن يعني هذاك هو القوام المطلوب. نخبطو العجينة تاعنا بهذه الطريقة هكذا، يعني رانا ندلكو فيها هكذا كما راكم تشوفوا، حوالي يعني 4 دقائق ولا 5 دقائق. هكذا البنات راني وريت لكم القوام كيفاش يكون. دوكا ثاني نغطيوها بطرشونه ونخليوها ربع ساعه. هاي ليك الشكل تاعها بعد ربع ساعه، يعني راكم شفتوا لقيناها خمرت شويه. كيف كيف راح نخسر لها الخمور فقط. هنا راني ندير يدي في الماء باش ما تلصقليش العجينه في يدي. كما راكم تشوفوا يعني قسمه خسرتها الخمور فقط هكذا فقط. من بعد نعاود نخليها تخمر، لكن هذه المره يعني نخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها. ها وليك شوفوا الشكل نتاعها. الان راح نغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها كما قلت لكم. هنا البنات بعد ما خليتها مده يعني حتى ضاعف الحجم نتاعها، راح نبدا نشكلها خبزات. هنا كما شفتوا جبت صينيه دهنتها بالزيت، من بعد خسرت لها الخمور، ودائما نستعمل في يديا نستعملوا الماء، وممكن ايضا نستعملوا الزيت يعني نفس النتيجه. نخسر لها الخمور من بعد نبداو نشكلوا في الخبزات. راكم شفتوا الحجم نتاعهم كيفاش يكونوا. نحطوهم في الصينيه، الصينيه قلت لكم تكون مدهونه بالزيت. نحطوهم كامل. هنا البنات انا تحصلت على 15 خبزه، الحجم نتاعهم يكون متوسط، هذا هو يعني الحجم المناسب تاع السفنج. نكملهم كامل. من بعد في الوقت اللي كملتهم نروح ندير المقلات يسخنوا. هاي ليك هنا البنات انا قلت لكم تحصلت على 15 وحده في هذا الوقت البنات، يعني مباشره ورحت حطيت المقالي يسخنوا فوق النار. هنا استعملت زوج مقالي، مقله فيها شويه زيت ومقله فيها زيت غزير. ناخذ العجينه تاعي يعني ناخذ وحده من القرصات هذوك، دائما نستعملوا الماء في يدينا ولا تستعملوا الزيت. قلت لكم ناخذوا هذيك القرصه نثقبوها في الوسط، من بعد نحطوها في المقله اللي فيها شويه زيت فقط. نحاولوا ان نسقموها بالملعقه، الا تخسرت لكم يعني الشكل نتاعها عادي تعاودوا تسقموها. نخليوها شويه قسمه تشد روحها، يعني قسمه نقدروا نرفدوها ونحطوها في المقلة اللي فيها زيت غزير. نحطها بهذا الشكل، من بعد مباشرة نرمو عليها زيت بالملعقة.
كما لاحظتوا البنات انا راني حاطه قدره فيها زيت غزير ماشي مقله، هكذا خير يعني في الخدمه. المهم يعني كي طيب لي في الجهه الاولى نقلبوها ونكملوا لها طياب في الجهه الثانيه. راح نعاود معكم حبه كما شفتوني، ناخذوا قرصه ونثقبوها في الوسط ونحطوها في المقله. كي نشوفوها شدت روحها في نفس الجهة، هذه معلومة مهمة بزاف البنات، في نفس الجهة اللي تكون نعاود نحطوها في القدرة، يعني ما نقلبوهاش ونحطوها في القدرة، نفس الجهة اللي تكون في المقلة اللي فيها غير شوية زيت نحطوها في القدرة اللي فيها زيت غازير. كي طيب لنا الجهة تحتانية نقلبوها ونكملوا لها طياب، وهذا هو الشكل انتحها. تجي بزاف هايلة، تجي خفيفة منفخة وبزاف يعني نتيجة مضمونة. هذه بالنسبة لبنات المبتدئات وراح ينجحوا في الوصفة من أول تجربة. هكذا دوك انا نكملهم كامل. والبنات يعني كراني نزح فيهم راني نحطهم في صينيه فيها ورق ماس هكذا باش تشرب لي كامل هذاك الزيت الزائد. والبنات يعني قلت لكم الا تخسرت لكم الحبه كي تحطوها في المقله كيما هنايا لازم ثم تقموها بالملعقه ولا بالفرشيطه، على خاطر العجينه كيما شفتوها يعني تكون نوعا ما جاريه، على بها لازم تحفوها وتكون يعني يدكم خفيفه. هذا ما كان، ها وليت البنات الشكل نتاعو نهائي. كيما راكم تشوفوا يعني يجي بزاف هايل، يجي خفيف من الداخل ومنفخ، وكما لاحظتوا يعني سهل التحضير ونتيجه مضمونه. تحبوا تقدموه كيما هكذايا ولا تقدموه بالعسل ولا تقدموه بالسكر، يعني كل واحد واش يفضل. البنات اذا جربتوا الوصفه بحثوا لي تطبيقاتكم في صفحتي على الانستغرام اللي هو نفس الاسم القناه مطبخ الاصيل. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.